كنا مرة جالسين أنا والشباب، فجأة الشباب قرروا أنهم يتسابقوا، فأنا من حب المنافسة جهزت عشقت على أول وانطلقت، وأول ما انطلقت خطوتين طحت على يدي، ومن هنا بدأت المشاكل، فصارت يدي تألمني. واضح ان الشغل مرة معتمد على يدي، لاني بمسك الكاميرا ويدي بتعورني، لكن يعني الحمد لله دحين يدي احسن. قبل فترة شفت فلوق لكيسي كان يشرح فيها نفس المشكلة اللي انا واقع فيها، رغم انه يعني هو عنده ملايين انا عندي 200، بس حسيت كأنه قاعد يتكلم عني. طيب خليني اشرح لكم ايش اللي صاير. ياس فلوقز حلو. ياس فلوقز تمر في عدة مراحل. المرحلة الاولى هي مرحلة التصوير. مرحلة التصوير هذه تكون تقريبا 8 ساعات. بعد مرحلة التصوير تيجي مرحلة ثانية هي مرحلة المونتاج، وهذه المرحلة اللي يصير فيها الإيديتنج والتحرير، فأستخدم لابتوبي وأستخدم برنامج الإيديتنج اللي هو فاينل كات برو إكس. المرحلة الثالثة والأخيرة اللي هي مرحلة الفيديو اللي هو يكون تقريبا 8 دقائق، وهذا هو متوسط الدقائق عندي غير القلم. هذه المرحلة الأولى ما فيها أي مشاكل، وهذه المرحلة الأخيرة إني أنزل الفيديو على يوتيوب برضو ما فيها أي مشاكل. المشاكل كلها تيجي هنا في هذه المرحلة. هنا مرة تكون المشاكل عن طريق الآب اللي استخدمه اللي هو Final Cut Pro X، وهذه حليتها. لكن المشكلة اللي بهدلتني هي هذا قمطع الشركة ما بطلع اسمه، الهاردسك هذا فيه له كل الفيديوهات، يعني هذا لو خبص ما عاد فيه فيديوهات، كل التصوير ده يروح، بالتالي ما في فيديو على يوتيوب، بالتالي انا بطل اسوي اي حاجة. طبعا ايش اسوي دحين؟ فقررت اني انا ما اوقف، وقررت اني انا احاول امنتج قد ما اقدر، واستخدم الفيديوهات اللي عندي القديمة عشان اكمل واحاول اصلح الهاردسك، والحمد لله زبط. بس حبيت اوضح لكم هذه المشكله يا 200 شخص او يا 600 شخص، اذا انتم بتتابعوني بتشوفوا كل الفيديوهات حقتي. حيصير في هذه الفلوقه اني انا حجمع كل الفيديوهات اللي اول صورتها قبل رمضان، وكلها حعزقها فيديو واحد، ان شاء الله تطلع كويسه. طب كيف درك بتيمو؟ حاصل عليك بتيمو كذا كذا ارت. ويلكم تو فيكتور ماركت. ثانك يو. ابو تميم نزلني ينزل اشتري قهوه من هنا. ايش هذا ابو تميم اللي جبته؟ كي لايم باي. احنا في منطقه اسمها كنزكتون ماركت. كنزكتون ماركت هي عباره عن حاره شعبيه كذا، فيها حاجات كثير لوكل. خلينا نظبط الترايبل. فيها اكل، فيها ملابس اذا تبي تشتري، فيها كوفي شوبس، فيها ملوخيه كثير، وبس ترى جيد، يعني اي احد يجي هنا حينبسط. شوف الرسومات هذه جرافيتي، صراحه فنانين. واو هذا الجرافيتي ولا بلاش؟ شوفوا من هنا، يا الله دش فنان المنطقه، فنان. نفسي اسوي اغنيه تراب هنا. هذه السياره قريبه. متى مجهز اطلع؟ يلا اطلع عمي. دحين احنا في بلور ستريت صح؟ بتيمو هذا الشارع حقك؟ هذا شارع الماركات والكشخة حق تورنتو، يعني ايوه الناس تيجي تسوي شوبينج في هذا الشارع لانه ماركات مرة غالية. يعني شوبينج اللي الناس معين، احنا بس نجي نتفرج كذا و ايوه احنا ما نشتري، هذا ميوزيوم متحف بالنسبة لنا. ايش هذا؟ يلا فار. ايش قاعد تسوي؟ متجهين الى الشاطئ عشان ابو تيمو يبي يروح يجري وانا بروح استكيت. يلا الشاطئ عادة يا اخي، لو بس يعني ما امل كل يوم اروح ما امل صراحه.
والله هو بس في زيه بجنب بيتها في السعودية خلاص أرجع السعودية بك. وصلنا البيتش صراحة الجو اليوم مرة رهيب. أنا مرتبط أبو تيمو حب لما خلاص تحت انطلق يلا بدلاك أبو تيمو ورني؟ إيه يلا انطلق صح عليك صراحة استكنان شوفوا كل الناس قاعدين يلعبوا طائرة والأهم إنه المرة ما كان نظيف بس أبو تيمو حمسني خلانا نخرج مرة انبسط غير جو الحين جيت البيتش أبو تيمو راح يجري عمر حيجينا في الطريق فا واضح انه يوم جيد هذه الفرشة المتواضعة حجلس تكي هنا حاول اصور بصور تايم لابسات للسماء أبو تميم بشر كيف كانت الجري؟ الجري كانت حماس 7 كيلو ونص الكيلو الواحد في 7 دقائق ما شاء الله اللهم صل على النبي عمر قاعد يكلم مامته اوه ماي جاد سو كيوت الو الو اهلا وسهلا يا خالك كيف حالك؟ كيف حالك يا عمر؟ والله تمام ايش اخبارك؟ هاو از لايف؟ لايف از جود كيف سويت في اختبارك؟ والله تمام هو زيزي مان تدري ان الناس يحبوا غمزتك؟ ما عندي احنا دحين رايحين نتعشى في مطعم هندي بس عمر ما يبغى بس حنروح طبعا يعني مو بكيف كان مره هندي هندي يعني مو من جد واضح يلا ايوه طلع بنجاره ايش رايك في الاكل يا عمر في بنجاره والله مره كان جيد واو like it was wow it was like it was, oh my goodness it was like it was how it was like yummy وبس وبكذا خلص يومي يعطيك العافية أبو تميم اليوم كان اليوم رهيب جدا إنك أنت ونستني وسويت لي وأخذتني بالبزبة وغيرنا جو الله يخليك أبو تميم سووا إيش؟ سووا فولو وسبسكرايب ولايكات صح؟ وشير ايوه ترى هذا كله كلام فاضي اهم شيء تنشر الفيديو صح عليك يعني بتيم. هذا انه سلايك مو اهم شيء يخلوا الفيديوهات تنتشر وكذا صح عليك ابو تيم اوكي ضيعت اقلامي لما رميتها اوه شوفوا هنا قلم وهنا الثاني عشان مسوي معصب وفي النهايه لقطهم